السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وليد الركراكي، وين يواصل تعزيز الأسود الأطلس بأربع يعني لاعبي نجوم على أعتاب حمل قميص المغرب. شو علاه نقول لك، علاه نقول لكم يا ودي، حنا كي نقولوا بلي على ذاك اللاعب اللي يلعب في انجي، لاعبين كاين واحد اللاعبين في الجزائر جزائريين يقاروا استدعاء، نقول لك جيبوا الركراكي. الركراكي كي راه يخدم، كي راه يخدم الركراكي، كي راه يخدم هذا، كي راه يخدم يخدم المستقبل، يخدم لعابه يعني يحوس، يكون عنده على الاقل 60 70 لاعب محطوطه محطوطه. هذا خاطر عارف بلي راه عنده كاليفيكاسيون كوب دي مون، بلي غادي تكون مشوار طويل وشاق، ويكون عنده كوب دافريك، ومن بعد يدخل في الكاليفيكاسيون كوب دافريك تاع 2025 يحضر لها في بلادو ويحضر لها. عنده ثلاث جبهات، يعني كي نقول كيما هكا روح جري روح جري، بات تخمم بات تبكي، قول انا راني تالي، قول انا راني هربت لي، جري حوس عليها. وين يواصل وليد الركراكي مدير الفني للمنتخب المغربي متابعة عدد من المواهب الشابة المتألقة في صفوف بعض الأندية الأوروبية من أجل إقناعها بارتداء قميص المنتخب الأسود الأطلس في المباريات الودية أمام منتخب الرأس الأخضر يوم 12 جوان على الملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله في الرباط. ويملك المغرب العديد من اللاعبين ذو الجنسية المزدوجة الذين يقدمون مستويات مميزة رفقة أنديتهم الأوروبية، ويطمحون إلى اللعب للمنتخب الأسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم بقطر 2022 ببلوغه مربع ذهبي في إنجاز غير مسبوق للكرة المغربية والعربية والإفريقية. يعني هو كاين في ثلاث قارات كاين ثلاث قارات، قول معايا ماريكان دو 1930 وصلت دومي فينال، وكاين اسيا تاع اليابان هذوك ما عرفتش اللي نظموها عندهم 2002 وصلت دومي فينال، وكاين قاره افريقيا وهي المغرب وصلت دومي فينال. يعني ثلاث قارات، يعني من ثلاث قارات كومبلي، ماريكان جويه تاع ماشي لامريك لاتين، ماريكان اللي هذيك يعني وين وصلت، وهي وصلت دومي فينال، وواحدة من آسيا وصلت دومي فينال، وواحدة من لافريك، وهما أسود الأطلس المغاربة وصلوا دومي فينال ثلاثة برك. واه المغرب بعدو ثلاثة شرفت لافريك، واه المغرب شرفت لافريك وشرفت العرب، هذه هي. بغيت تبغي بغيت تكره، هذه حقيقة أنا نقولوا فيها، وإلا راكم تسيبوا العكس قولوا لنا العكس تاعكم كي داير. أنا نقولها لك، إذا نتوما ما تبغوش تعترفوا بالمغرب باللي وصلت دومي فينال، يعني يكفيها شرف باللي معترفين بها عالميا باللي وصلوا دومي فينال، هذه هي. ويملك المغرب العديد من اللاعبين ذو الجنسية المزدوجة والذين يقدمون مستويات مميزة يعني رفقة أنديتهم الأوروبية، ويطمحون إلى اللعب للمنتخب الأسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي والذي حققه في بطولة كأس العالم بقطر ببلوغ مربع ذهبي في إنجاز غير مسبوق للكرة المغربية والعربية والإفريقية. وين وفق لمعلومات يعني فإن وليد الركراكي توصل مع عدد من المواهب المغربية في الفترة الأخيرة لمعرفة مدى استعدادهم يعني لارتداء قميص المنتخب الأصلي في المرحلة المقبلة، حيث تلقى إشارات يعني إيجابية بشأن احتمال انضمام بعض اللاعبين اعتبار من مباراتين مقبلتين أمام الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا، على رأسهم إبراهيم دياز، على رأسهم إبراهيم دياز ولا ذاك الفانيك اللاعب تاع موناكو هذاك الصغير هذاك. وكشفت مصادر مقربة من جهاز تدريبي لمنتخب المغرب يوم الأحد أن الركراكي حصل على موافقة مبدئية من موهبتين أمين عدلي مهاجم باير ليفركوزن وإلياس
بن صغير لعاب موناكو الفرنسي قبل شهر من انتظار في انتظار استدعاء ما رسميا خلال أيام القادمة شريط التأهيل ما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. يا ودي أنا أقول لكم هذاك صوت هذاك تاع مشي ياسين عدلي خطرة هذاك مؤمن أنا والله اللي صححت له كان يهدر معايا وكلش وقلعها وعاود هذاك مؤمن صاحب المساحات الضيقة اللي لعبها أني عقل كاين ياسين عدلي وأمين عدلي. هذا أمين عدلي قال أنايا إن شاء الله بربي أنا مغربي ومنا ونتمي لهذ البلاد خرج. أليكو هذا مغربي ومنا تعيط له يا ودي قلت له كاين ياسين عدلي وكاين أمين عدلي. أمين عدلي مغربي، ياسين عدلي أمه إسبانيولية وباباه جزائري، يعني بالله فمك اسكت بالله فمك أيا قلعها. راح سقسها معشا سقسها معشا صابها صح قلح. وتبع مصادر نفسها أن اللاعبين أمين عدلي وإبراهيم دياز باتا قريبان جدا من حسم قرارهما الرسمي باللعب للمنتخب المغرب، علما أن هذان النجمين سبق لهما ارتداء قميص المنتخب الفرنسي والإسباني تحت 19 سنة قبل أن يصبح انضمامهما إلى المنتخب الأسود الأطلس مسألة وقت، ولا سيما بعد تجاوبهما بشكل ايجابي مع الحاح الاتحاد المغربي للاستفاده من خدماته. واضاف يبدو ان اللاعب دياز على مرمى حجر من حسم موقفه بعد اقصاء فريقه ميلون الايطالي من نصف النهائي يعني دور ابطال اوروبا وعدم اهتمام المدرب لويس يعني الاسباني باستدعائه الى المنتخب الاسباني، اضافه الى الياس بن صغير نجم موناكو الفرنسي الذي قد يقدمه المدرب وليد الركراكي هديه الى الجماهير المغربيه عبر بوابه مواجهتين راس الاخضر ومنتخب بافانا بعدما كان محط متابعه من قبل الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي الذي اقتنع بمؤهلاته الفنيه والبدنيه. يعني ستاف تكنيك ولا راه شنو نقول لك روح راه نقول لك روح راه نقول لك روح يا ودي يا راه نقول لك روح يا دوك هادو كي تشوف انت يا لعابه كيما هادو يعني وين استنى الاخرين كيسموهم يا ربي هادوك ستاف تكنيك والمديريه الفنيه اللي مع اللي في الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقت على بلجيك وجاب منا ستاف تكنيك تمي تشوف لهنا والمساعدين تاع الركراكي اللي تاع الفيديو اللي كان في تاع اللي كان في ليفربول يعني كيفاش كاين ولا لهنا تيب مساعد يسموه مساعد هو كان تاع لي غارديا اونتينيا تاع لي غارديا دايره كاش كاع ما كاش والله ما كان كاع وفي هذا الصدد يستهدف المدرب وليد الركراكي ايضا ضم موهبتين جديدين الى منتخب المغرب وهما سفيان ديوب صاحب 22 سنه لاعب نيس الفرنسي ومحمد علي 19 سنه مهاجم ريال سوسيداد الاسباني نظر للعروض المبهره والتي يقدمونها يعني مع فريقهما في الدوريين الفرنسي والاسباني من دون معارفه اذ كان اللاعبان سيلتحقان بمعسكر محمد السادس القادم للتعرف على أجواء المنتخب المغربي أم سينتظرون إلى حين تجهيز ملفهما والتغيير جنسيتهما الرياضية. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره منتخب جنوب إفريقيا في 17 جوان القادم على ملعب سوكار سيتي يعني بجنوب إفريقيا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقية مؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تحتضنها الساحل العاج في 13 وين بدايه غادي تبدا لو 13 جونفي 2024 ونتمنى شنو نقول لكم كان يقول لك كيف ما تقولش بلادك الجزائريه تدي ما غاديش ندوها نكذبوا على روحنا راني نقول لك باللي المغرب هي اللي غادي تدي غادي توصل غادي تروح توصل فين غادي تديها راني نقول لك المغرب غادي تدي زوج ان شاء الله بربي تدي دو كوب هذا الخطر تدي هذه وتدي اللي جايه انا نعطيكم الرسمي منظرك ويقعدوا دائما في البوديوم ما خاطش عليهم يخدموا يقعدوا دائما للفوق انا نقول لك يقعدوا دائما للفوق خاطش علاه نقول لك علاه
راهم يخدموا، راهم في المستوى. بغيت تبغي بغيت تكره خويا، راهم مازالوا في المستوى. ما يكذبوش، ما يبيعوش الاوهام. الناس ما تكذبش وما تبيعش الاوهام، هذه هي. عليكم ناجحين. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وسعيدكم.